أجواء احتفالية مميزة هنا في مدينة مارب بمناسبة الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر. الشوارع تكتسي بالأعلام الوطنية التي ترفرف على مبانيها، فيما تتزين المحال التجارية تعبيرا عن ولاء الناس للوطني والاعتزاز بالتاريخ والثورة والجمهورية. قام الصندوق ضمن لجنة الاحتفالات بالمحافظة بتنفيذ التجهيزات الخاصة في الاستقبال للذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، والذكرى 61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، حيث تم تزيين شوارع المدينة بالأعلام الوطنية وشعارات ثورة سبتمبر وأكتوبر، بالإضافة إلى العديد من الأعمال والأنشطة التي يجري تجهيزها تعبيرا عن الفرح والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية الغالية. على طول الشوارع والميادين تتوزع لافتات تحمل شعارات تعكس معاني الثورة السامية كالحرية والعدالة والتقدم والوحدة الوطنية، وهي قيم أساسية كانت الدافع الرئيسي وراء قيام ثورة 26 من سبتمبر التي وضعت حدا لعهد الإمامة وأعلنت الجمهورية اليمنية. تشهد محافظة مارب زخما جماهيريا كبيرا بمناسبة إحياء ذكرى 26 من سبتمبر المجيدة وثورة 14 أكتوبر، وهناك تفاعل جماهيري كبير وفرحة تغمر الجميع في محافظة مارب بمناسبة هذا العيد الغالي على قلوب اليمنيين الذي أسقط حكم الكهنة والإمامة والظلم والجهل والتخلف. وفي محافظة مارب الجميع يحتفل بهذه الذكرى، لأنها ذكرى لا زال اليمنيون يدافعون عنها بدمائهم وأموالهم إلى اليوم هذا. هذه الاحتفالات ليست مجرد طقوس سنوية، بل هي تجسيد لروح المقاومة والصمود التي تجسدت في مأرب، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تواجهها البلاد. الناس هنا يظهرون التزامهم بمبادئ الثورة من خلال المشاركة الفاعلة والاحتفاء بذكرى الثورة اليمنية. خليل المليكي، قناة المهرية، مارب.